وفي موسم هذا العام لمس الحجاج التطور الملحوظ للبنية التحتية لمواقع المشاعر المقدسة، إضافة للخدمات والإجراءات التي سهلت عليهم تحركاتهم. وتأتي هذه المشاريع انطلاقا من الرؤية السعودية الطموحة بشأن تطوير منظومة الحج والعمرة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.